بكم من جديد. مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قالت أن الترويج للمحطة النووية المقرر إقامتها بأرض الضبعة بدءا من السبت المقبل عبر إقامة مؤتمر عالمية هو الأول من نوعه، يستهدف إبراز التأييد الشعبي للمشروع أمام الجهات الدولية والخبراء الروس الذين سيحضرون اللقاء. وأضافت المصادر أن وزير الكهرباء سيلقي كلمة عن أهمية المشروع والضمانات البيئية فيه بحضور قيادات شركة روز أتوم الروسية المسؤولة عن المشروع وممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة النووية. وبنرحب في الاستوديو بالدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. يعني بإقامة هذا المؤتمر العالمي، هل هذه الخطوة ستبدد مخاوف المواطنين من تسريب من التسريبات من المحطة النووية وخطورتها؟ يعني شوفي، أنا من وجهة نظري أن عموم الشعب المصري هو يترقب هذه الخطوة. نحن تأخرنا كثيرا في مسألة الطاقة النووية، إذا كانت مسألة طاقة نووية مرتبطة بالكهرباء أو طاقة نووية مرتبطة بالأحاسيس العلمية أو هذا المجال اللي بدرجة أو بأخرى نريد أن نسبق الرقم فيه وأن نتساوى مع كثير جدا من الدول سبقتنا فيه. وأنظر تحديدا إلى الهند وكيف وصلت في تطورها إلى هذا البرنامج، إلى المرحلة العسكرية وإلى صواريخ صعدت إلى الفضاء وإلى إنتاج القنبلة النووية. بالتأكيد هذا المؤتمر إلى حد كبير جدا هتكون رسالته مهمة جدا لكثير جدا من المواطنين فيما هو مرتبط بالتأثيرات البيئية الخاصة بهذه المحطة أو فيما هو مرتبط بآليات الضمانات الكافية اللي تكون متوفرة. لكن بالمجمل أنا من وجهة نظري الكل يترقب دخول محطة الضبعة النووية، محطة الإنتاج الفعلي، ونريد محطات أخرى في عموم كثير جدا من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، لأن احنا نريد خطوات كثيرة جدا في هذا المجال.